على الرغم من اننا في فتره توقف زي ما حضراتكم اكيد متابعين، الا ان نتكلم عن جمهور كره القدم بيفضل يتابع حتى كل التفاصيل المحليه والعالميه، وحتى بنتكلم عن الوديات المختلفه في اوروبا زي ما كنا طرحنا في الحلقات اللي فاتت. على كل حال هنتكلم في كل ده، وهنتكلم كمان في الصفقات الاخيره، بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز الناقد الرياضي محمد مصطفى. بونجور. بونجور هاني، بونجور كريم، مبسوط دايما ان انا بكون معاكم ومع جمهور طبعا النادي الاهلي. منور الدنيا، اهلا بحضرتك معانا، وعندنا حاجات كتير عايزين ندردش معاك فيها. بس خلينا نبتدي بالموسم اللي خلص ده. احنا محققين فيه العلامه الكامله، ووصلنا فيه لنهائي نصف، يعني نصف نهائي كاس مصر. فهل ده معناه ان الموسم كان كله ايجابيات ويخلو تماما من السلبيات؟ يعني حضرتك شخصيا شفت ازاي الموسم ده بسلبياته وايجابياته في حال وجود سلبيات؟ اول حاجه النادي الاهلي نجح فيها في الموسم ده كانت من السنه اللي قبلها. لما النادي الاهلي خد قرار انه يريح اللعيبه الاساسيين لمده شهر قبل الاستعداد للموسم الجديد، دي كانت اهم حاجه عملها النادي الاهلي، واهم من اي صفقه عملها النادي الاهلي انه يريح اللعيبه قبل انطلاقه الموسم الجديد. اللعيبه خدت راحه، خدت استشفى زي ما بنشوف اللعيبه كده في اوروبا، وبيتفسحوا وبيغيروا جو وبيبعدوا عن جو الكره خالص. فاللي حصل انه لما رجعوا كانوا متلهفين بقى للكوره، انا عايز ارجع. ومع اداره فنيه بادئه من بدايه الموسم، ودي كانت خطوه مهمه جدا. ان انت يبقى معاك كوتش بادئ الموسم، هو اللي مختار العناصر، هو اللي بدا الموسم بشكل معين، وبعد كده في شهر واحد غير التكتيك وغير طريقه اللعب، لانه بادئ من اول الموسم، لانه شايف امكانيات اللعيبه، لانه شايف الريتم وشايف الاداء التصاعدي للعيبه، فقادر يقيم بشكل كويس قوي. تمام. على مدار الموسم حصلت دروبات، اكيد الخساره امام صن داونز وخساره امام الهلال كانوا دروب، ولكن اتعلمت منهم وقدرت ترجع، وده شخصيه البطل، ان انت لما تخسر ولما تتهز ولما تحس ان انت ممكن تخرج من البطوله، لا ترجع وبترجع وبتكسب البطوله وقصاد منافسين اقوياء جدا. الدوري ان انت تنهيه ويكون ليك كمان مباريات مؤجله من قبل الدوري ما يخلص بخمس ست اسابيع، دي برضو علامه مميزه جدا. لسه شايفين مباراه النادي المصري وازاي ان انت بيخش فيك هدف في الدقيقه الاخيره وبترجع في الوقت بدل الضايع، ويكون عندك اصرار كمان ان انت تفوز. فالحقيقه ان الروح القتاليه الموجوده عند اللعيبه واللي اتخلقت، الدوافع اللي اتخلقت من بدايه الموسم، دي واحده من اهم المميزات. واي سلبيات على مدار الموسم كان بيتم معالجتها اول باول. المهم بقى النهارده هو انه لازم النادي الاهلي يفكر في تكرار ما حدث الموسم الماضي والموسم الجاي. بالنسبه لموضوع الاجازه يعني تقصد؟ الاجازه والتحضير، لان الموسم الجاي في خلال كلامنا كده هو موسم استثنائي جديد للكره المصريه لكل اسف، يعني موسم هيقعد معانا 12 شهر، هيستمر لغايه شهر سبتمبر السنه الجايه، ربنا يسترها ان شاء الله. يعني في خلال كلامنا كده هقول لكم ازاي انه ممكن لاعب دولي في النادي الاهلي يلعب ما يتخطى 80 مباراه السنه الجايه. الرقم الكويس كان مسجل باسم بدري لاعب برشلونه لما لعب كمان الاولمبياد مع منتخب اسبانيا، كان 72 ماتش. ممكن لاعب دولي في النادي الاهلي السنه الجايه يوصل يتخطى ال 80 ماتش، وده رقم. ودي حاجه على فكره يعني احنا ممكن نسمعها كده، بس هي حاجه مش حلوه يعني. طبعا مش حلوه بحاجه، لا احنا بين كل موسم كنا بنقول موسم استثنائي، وكنا بنقول ان احنا مع الوقت هنظبط الموسم وهنبدا الموسم في وقت محدد وهننهيه في وقت محدد. السنه الجايه هو فعلا موسم صعب جدا. ويجب انه يتم الحديث مع الرابطه ويتم الحديث مع اتحاد الكره، ازاي ان احنا نتخطى بقى المواسم الاستثنائيه، ازاي ان احنا نوصل لمرحله ان احنا يبقى عندنا موسم زي الناس، يعني احنا مش هنخترع العالم. فيها حل للمعضله دي؟ مفيش حل غير انه ان احنا نبقى محترفين بجد، ان الرابطه واتحاد الكره يشتغلوا على ان احنا نكون محترفين بجد، وان يكون عندنا نظام ثابت، وان يكون عندنا سيستم مفهوم. انا النهارده انجلترا بدات دوري المحترفين بتاعها سنه 92، وبدا في مشاكل في الاول لغايه ما وصلت المرحله النهارده بعد كام سنه انجلترا هي اهم دوري في العالم. النهارده الناس كلها مرتبطه جدا بالدوري الانجليزي وبتتفرج على اقل مباراه في الدوري الانجليزي. فلازم تبدا من النهارده، ولازم التخطيط من النهارده ل 2026 و2030. بس نبدا، مش كان احنا ما بنبداش، هي دي الازمه. طيب يعني محمد خلينا بص، النهارده في ملفات كتيره جدا بصراحه. قبل اي حاجه، زي ما انت اتكلمت الموسم اللي جاي موسم هيكون صعب، انا اتكلم تحديدا عن النادي الاهلي.
الموسم الصعب ده محتاج تجهيزات معينه، خصوصا لما تبقى خارج من موسم قوي وموسم انت محقق فيه يعني بطولات عديده، والتطوير اللي كمان باين على اللعيبه يمكن اسعد الجماهير كلها طبعا. فبالتالي الجماهير منتظره موسم القادم، موسم بقى يعني اضعاف اضعاف النجاحات اللي تم تحقيقها هذا الموسم. اولا ده تشالنج وده ضغط هيبقى كبير جدا على كولر وعلى الجهاز الفني وعلى مجلس الاداره. تاني حاجه انا راح اتكلم على اللعيبه تحديدا، اللعيبه دي عشان تبقى عندها جاهزيه فنيه وكمان نفسيه محتاجين شغل كبير جدا وكمان شغل ذاتي. فازاي ده ممكن يحقق من وجهه نظرك لو احنا قارنا نفسنا بالخارج، وفي نفس الوقت ايه التحديات انت شايفها ربما هتبقى عائق بعد كده او عائق باين الموسم الجاي؟ اول حاجه انه كولر بدا الفتره التحضير باجازه، اجازه اللعيبه والاستشفاء وان كانت غير كافيه يعني. غير كافيه طبعا، لانه لما بتشوف اللعيبه في اوروبا بيقعدوا مثلا شهر ولا حاجه بعيد تماما عن الملعب، كده بيرجع فتره تحضيريه وبتخوض مباريات وديه، انما انت خلاص اللعيبه بتتكلم في اسبوعين ثلاثه وهترجع قدامك اسبوع ل 10 ايام بس وتبدا تخش في المباريات، سواء مع المنتخب او مباراه السوبر الافريقي مش عارفين وضعها ايه لحد دلوقتي، او مع انطلاق بطوله الدوري في شهر 9، وده وقت غير كافي، ولكن الى حد ما الحمد لله يعني وقت ممكن اللعيبه تريح فيه تبعد فيه عن جو الكوره خالص. لازم يجدد الدوافع للعيبه، لانه اكتر ازمه بتواجه اللعيبه فكره ان انا اكتفيت، فكره ان انا خلاص انا خدت كل حاجه، فلازم اجدد له الدوافع. انت داخل على بطوله افريقيه جديده، السوبر الافريقي مع دوري الابطال مع كاس عالم الانديه، انا بقى النهارده عايز اوصل كمان للفاينل، عايز اواجه مانشستر سيتي في الفاينل. النهارده بطوله الدوري انت محتاج تحافظ عليها، والكاس القديم والجديد والسوبر والسوبر الجديد، فكل البطولات انت عندك كم وزخم كبير جدا من البطولات، مع كمان الارتباطات الدوليه للمنتخب، فلازم اجدد الدوافع للعيبه. ولازم كولر الحقيقه عمل السنه اللي فاتت يعني اميز حاجه عملها كولر وهي الروتيشن، وفكره التدوير اللي حاصل للعيبه، فكره ان انا مش بعتمد على عناصر معينه بس وبقيه العناصر مش اساسيه او بقيه العناصر مش بتشارك، لا انا النهارده العناصر كلها بتشارك بشكل كويس. النهارده الكندوسي المباراه اللي فاتت بيسجل هدف، ورغم ان هو ما كانش هو اللاعب الاساسي مثلا ضمن الثلاثي الوسط، ولكن كولر الحقيقه الروتيشن اللي عامله مخلي اللعيبه كلها فورمه وفت وجاهزه في اي وقت، وده اللي لازم يحافظ عليه كولر السنه الجايه. حضرتك كنت بتتكلم هدينا بنستمتع باهداف النادي الاهلي في الدوري عبر الدوري الموسم ده يعني بالكامل. عايز بمناسبه الكلام عن الدوري ككل، برضو من ضمن الحاجات اللي الى حد كبير يتقال عليها مؤسفه، فكره ان انت بقيت بتشهد انديه جماهيريه كان ليها تاريخ طويل في كره القدم بتختفي واحد يعني نادي ورا الثاني لصالح أندية الشركات إنجاز التسمية يعني. فنعمل إيه عشان ننقذ الأندية الجماهيرية اللي طول عمرها كانت من ضمن القوام الرئيسي والمكونات الأساسية للدوري المصري، نعمل إيه؟ ده سؤال محتاج بحث، محتاج دراسة، لأنه من الصعب جدا إنك تجاوب على السؤال ده في دقيقة ودقيقتين، ولكن ممكن نقول إنه تعالى نفكر كده مع بعض. هو انجلترا بتعمل ايه؟ احنا مش هنخترع العجله يعني، ما ليه احنا بنخترع؟ ما تعالى نشوف العالم بيعمل ايه. انجلترا بتعمل ايه؟ انجلترا بتعمل ايه؟ انت عندك مثلا ملعب الامارات، هو ملعب نادي مين؟ هو ملعب نادي ارسنال. ايوه ملعب الامارات تمام. النهارده الاتحاد، ملعب الاتحاد هو ملعب نادي مانشستر سيتي. فالنهارده انا ليه ما اخليش الشركات تستثمر في الانديه؟ يعني ليه عندي نادي بتروجيت وهو نادي من الانديه المميزه جدا خلال السنوات الاخيره موجود في بيلعب في السويس مثلا، ما بتروجيت يستثمر في نادي السويس او نادي منتخب السويس، عنده ملعب، عنده جمهور، نادي شعبي، وفي شركه بتدعم، ويبقى مثلا اسم ملعب بتروجيت السويس مثلا اي حاجه. الاختلاف على القرارات وتدخل مجلس الاداره وغيره دي الاكثر حاجات اللي بتخوف الشركات. نحط القانون في النهايه، انا في النهايه مجلس الاداره برضه ما احنا مش هنخترع العجله، انجلترا ليها سيستم، وايطاليا ليها سيستم، واسبانيا ليها سيستم، والمانيا ليها سيستم تاني خالص. المانيا مثلا بيمنعوا مالك النادي مثلا او في الحصه بتاعه ملكيه النادي ان انت تاخد اكتر من 49%، في حاجه اسمها 50% زائد واحد، ده قانون. لا مالك نادي هوفنهايم قعد 20 سنه بيصرف على النادي، هو عنده 49% بس حصه، علشان القانون عندهم بيقول انه بعد 20 سنه في حاله ان انت بتثبت ان انت مستمر في دعم النادي، ممكن بتقدم طلب وتقدم مستندات تقول ان انت بقالك 20 سنه داعم للنادي ومؤثر، علشان ينظروا في امرك اذا كنت تملك اكتر من الحصه الحاكمه 49% ولا لا، يكون ليك الـ 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 السلطه على النادي. فاحنا ما نخترعش العجله، احنا بس نقعد نذاكر هو العالم بيعمل ايه، وتعالوا نفكر. تعالوا النهارده انا ما ينفعش باي حال من الاحوال مباريات الدوري عندنا تبقى
هنرجع الجمهور، هو مين الجمهور اللي هيرجع؟ ما هو النادي الاهلي والزمالك مع الانديه بقيه الانديه الشعبيه، اسماعيلي، مصر، الاتحاد. بالظبط كده. فين بقيه الانديه الشعبيه؟ طب. النهارده المباراه مع احترامنا لكل الانديه يعني. الانديه الشعبيه والجماهيريه دي، لان خلي بالك انديه الشركات تكاد تكون ملهاش جمهور حقيقي. طبعا ملهاش جمهور. وجمهورهم الحقيقي هو موظفين الشركات دول. وحتى موظفين مش هيشجعوا نادي الشركه، يعني لو حد شغال في شركه اكيد مش هيطلع ابنه انه يحب النادي ده، مش هيرتبط بيه. الفكره هو عمليه استثماريه ملهاش علاقه بالجماهيريه اكتر، يعني هي استثمار. ما هو الجمهور جزء من النادي. النهارده نادي زي توتنهام مثلا لما يدخل له في المباراه الواحده مليون مثلا دولار عشان حضور جماهيري بس، ففكره الدعم الجماهيري والحضور الجمهور ده لوحده اصلا استثمار كبير جدا ومكسب كبير جدا. النهارده النهارده ليه بيكبروا ملعب مثلا سانتياغو برنابيو وجددوه؟ ليه الانديه كلها بتفكر تعمل ملاعب جديده وتوسع ملاعبها؟ لانه كل ما زود عدد الجمهور عايز يحضر بيشتري التذكره بالموسم. كل ما زود وغيره، لانه طبعا الخروجه الاستاد عندنا للاسف بيبقى تعسيفه شويه للجمهور. الحمد لله الامور بقت افضل دلوقتي، ولكن نتمنى ان هي تبقى احسن. ولكن في انجلترا الناس بتخرج تتفسح، الراجل بيصحى يوم اجازته بيروح يتغدى بره، وبعد كده ياخد التيشيرت بتاعه وابنه شايله وماسك العلم، يخش قبل المباراه بنص ساعه يبقى في المدرج يتفرج على الماتش، يخرج يروح بكل سلاسه. هو ليه احنا ليه فعلا؟ يعني انا حضرت ماتشات في استادات مختلفه في تركيا وفي المانيا، هناك في حتى زي بوثس كده بتبيع اكل، بتبيع واتيفر اللي عايز تشربه، الحمامات جميله. يعني ليه ما بنعملش كده؟ يعني الاستادات هنا بتتطور كنجيله وككراسي، بس ليه ما بصرفش مع شركه بتفق يجيبوا لي دخل برضه؟ ما البوثرز دي تشينز عالميه ممكن تيجي تبقى معاك يعني. ايدي على كتفك والله. يعني حتى في استاد القاهره في كافيتيريا الراجل بيطلع حاجات ليميتد قوي يعني. جدا، والعدد الجمهور كبير جدا. النهارده ليه كمان ما يبقاش عندي في ملاعب الانديه ستورز للنادي؟ النهارده النادي اللي بيبيع ميداليات، بيبيع وشاح، بيبيع علم، بيبيع تيشيرت، بيبيع شورت، بيبيع اي حاجه متعلقه بالنادي. انت بتبقى رايح وعايز ابنك وعايز مراتك وعايز اخوك يشتري كمان، ده برضه مصدر دخل كبير جدا للنادي. والاستاد يبقى فيه متحف، يبقى فيه ستورز وغيره، كل دي مصادر دخل مهمه جدا. انا عايز اقول لك كمان ان مثلا نادي توتنهام لما جدد الملعب بتاعه، قعد سنتين يلعب في ويمبلي لغايه ما جدد الملعب بتاعه. الملعب بتاعه بيستضيف مباريات كرة قدم أمريكية، ومعمولة خصيصا وفقا لاتفاقية مبرمة ما بين النادي وما بين الاتحاد هناك في أمريكا. وعندهم بيعملوا عاملين ثلاث طبقات، طبقة نجيلة وطبقة لاستقبال الحفلات دي، أو سوري لاستقبال المباريات كرة قدم أمريكية، وطبقة ثالثة للحفلات. بيجي يشيل النجيله دي ويعملها حفله. انت كده بتضغط علينا والله العظيم. والهواد اللي بتكلمك على المشاكل اللي عندنا، وحتى في الحمامات بعض الاستادات، انا سرحت بسرعه في المقارنه. لا ما تضغطش علينا اكتر كبير. فيعني احنا النهارده نبدا بس ونحط اسس بشكل احترافي بس يا جماعه. ما مش اي حد ينفع يدير الإدارة الكوره ما بقتش اداره ان انا بحط جدول الله رشق الماتشين دول عشان نخلص الموسم ده، عشان نبدا موسم جديد. دي مش رياضه، دي مش اداره، ده ملهاش علاقة بالرياضة في حاجة. فالنهارده لازم تحط الأشخاص المناسبين في المكان المناسب اللي عرفوا يديروا صح، لأن الرياضة تسويق وإدارة واستثمار طبعا. رياضة ما بقتش كورة 11 لاعب بيلعب. وبقى عندنا نماذج عربية قريبة مننا، صحيح. يعني حاجة زي السعودية مثلا، المفروض بقى إيه طبعا. يعني ده يكون حافز للدول العربية كلها، إن كل دولة منهم على حدة تعمل اللي ربنا يقدرها عليه عشان توقف الرياضة بتاعتها على رجليها. طبعا طبعا طبعا. النهارده الإمارات، السعودية، قطر، كلهم اشتغلوا على نفسهم، اشتغلوا في بنى تحتيه، اشتغلوا في نظام احترافي للانديه. النهارده بتشوف السعوديه ازاي بتستثمر وبتجيب اللعيبه. والسعوديه خلي بالك، عشان البعض بيظن ان السعوديه بتدفع مليارات في الارض بس عشان تجيب لعيبه، تجيب لعيبه من بره في اوروبا. لا، اللعيبه دي نمره واحد بتجيب عوائد ودخل كبير للانديه. نمره اثنين هي فكره ورؤيه دوله استثمارات محطوطه علشان استضافه بطولات كبرى، سواء كاس عالم 2030، بس هما في كلام على عوده السعوديه، يعني مش هتخش 2030 وهتخش 2034. في كلام على بطولات كبيره برضه هتستضيفها السعوديه. النهارده بتستضيف سوبر مثلا ايطالي او اسباني في السعوديه، ففي رؤيه مختلفه هناك في السعوديه. فايا كان ايه الرؤيه اللي هتحطها، وايا كان ايه السيستم اللي هتحطه، احنا ذكرنا كذا مثال بكذا رؤيه بكذا خطط. يعني المانيا حاجه، اسبانيا حاجه، ايطاليا حاجه. اعمل انت حاجه بتاعتك انت، بس يبقى عندك حاجه. طيب.
خليني اروح معاك يا محمد انا وكريم برضو. ليه بقى الملف المهم برضو هو الدوريات والوديات عفوا الاوروبيه اللي شغاله المختلفه، وتشوف بقى وديات قويه وممتعه وتبشرك بالموسم الجديد، وتلاقي برضو سكور جميل وتبقى على اعصابك. وامبارح الماتش بقى في ال 90 بلس احرزوا الجول، يعني بص في متعه حقيقيه لا تقل عن المباريات الاساسيه. شفت الوديات ازاي حتى هذه اللحظه في اوروبا؟ وهل برضو لو احنا هنتكلم ونقارن عندنا ممكن برضو الوديات بتاعتنا تبقى بهذه القوه بهذه الحماسه بهذه المتعه؟ النادي الاهلي كان فتره من فترات كنا بنشوفه بيروح لعب برشلونه وبيلعب ريال سوسيداد. انا صحيح. اتمنى دي ترجع تاني، بس ضغطه وتلاحم المواسم هو اللي مخلي النادي الاهلي مش بيفكر في ده. صح. ولكن لازم النادي الاهلي النهارده رؤيته تختلف. النهارده بتشوف ليفربول وبايرن بيلعبوا في سنغافوره، بيلعبوا في امريكا طبعا. فالناس دي برضه اتفاقيات وارباح جايه للنادي ان انت كمان. بتسافر وبتلعب في, 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 في الاماكن دي. فالنهارده النادي الاهلي لا يقدر طبعا، انت ممثل القاره الافريقيه في اكتر ممثل في كاس العالم للانديه، قابلت ريال مدريد وقابلت بايرن وان شاء الله تقابل مانشستر سيتي كمان السنه دي، فدي كل دي بتقدر تبيع اسم النادي فتقدر تشارك في مباريات بره. احنا ما عندناش نفس الامكانيه بسبب ضغط المواسم، ولكن اللي احنا شايفينه بره في اوروبا واللي احنا شايفينه من الانديه في اوروبا، لا انت بتشوف ماتشات جديه جدا. يعني ممكن تلاقي مثلا ماتش بايرن وليفربول توماس توخيل ويورجن كلوب بييجوا ما بين الشوطين بيغيروا ب 90% من الموجودين في الملعب، بس بتلاقي اللي نازل هو نازل بنفس الجديه ونفس الحماس بتاع الشوط الاول وعايز يعمل حاجه. بتشوف ان ليفربول وبايرن خسر 4-3، تقدم فتعادل فتقدم فتعادل ثم تقدم بايرن في النهايه، وكذلك مباريات تشيلسي ودورتموند وريال مدريد وبرشلونه، مباريات كلها على مستويات عاليه جدا وكل اللعيبه عايزه تثبت ذاتها وتقدم اوراق اعتمادها للمدرب، وكل مدرب عايز يحط الاوراق بالنسبه له الاساسيه والاوراق اللي هتكون بالنسبه له بديله ويحط الشكل والفورميشن اللي هو عايز يبدا بيه في الموسم الجديد. اتمنى ان احنا نوصل ولو لنص الحاله دي يعني. يا مزهر الحال. طيب تعالى نرجع بيك مره ثانيه للاهلي واخر الصفقات، رضا سليم طبعا وامام عاشور، ورؤيتك لانعكاسات وجودهم يعني ان شاء الله مع النادي الاهلي مع انطلاق الموسم الجديد هيكون عامل ازاي؟ صفقتين امام عاشور ورضا سليم هو يعني تكمله لما حدث خلال طبعًا. الموسم اللي فات، يعني كان الاضافات اللي حصلت شهر يناير سواء مروان عطيه او خالد عبد الفتاح سد بعض الثغرات اللي موجوده داخل النادي الاهلي، خاصه ان كان وسط الملعب بدا شويه اصابه عمرو السوليه، تغيير طريقه اللعب ل 4-3-3، فكان النادي الاهلي محتاج لاعب مركز 6، فمروان فرق جدا في الناحيه دي. فلا استمرار لنفس الفكره، وهي انه كولر بيدور على المراكز بس اللي محتاج فيها، فبالتالي النهارده انا مش بجيب بلعيبه بس بزود عدد، لا خالص بالعكس، هو محتاج مراكز معينه، واول مركز كان مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي هو مركز لاعب رقم 8 اللي بيجيد التسديد، اللاعب اللي عنده بيعمل ورك ريت عالي يعني بيجري كتير في الملعب، ودي كانت اهم الصفات الموجوده في امام عاشور بعد احتراف حمدي فتحي في قطر، وبعد كمان طبعا وجود مروان عطيه، بس كان السوليه في بعض الاصابات اللي اخرته شويه، فانت كنت محتاج لاعب جدا في المركز ده، فاهم لاعب ممكن تقدر تجيبه من خارج النادي الاهلي هو كان امام عاشور. رضا سليم بقى هو حدوته ثانيه. رضا سليم كان دايما بيبقى عندنا ازمه اللعيب اللي بيجي لنا من بره هو اللاعب ده هيقدر يتحمل الضغط الجمهور ويتحمل تيشيرت النادي الاهلي ولا لا؟ كنت بتشوف لعيبه بييجوا بيقول لك انا مش قادر البس التيشيرت وبعد اول ماتش بيخلع. النهارده رضا سليم جاي من فرقه الجيش الملكي بالظبط، بطل دوري، الراجل ده احرز هدفين ومنهم هدف من ضربه جزاء في الدقيقه 93 اللي ضيعت الدوري على الوداد، وببرود اعصاب وبشياكه حطها. لا هو كوره حلوه الطويله والعرضيه وغيره معروف عن بيجيد اللعب على الطرفين، بيجيد اللعب في القلب كمان، تسديداته قويه، سريع في الكوره، عرضيات متميزه. انا شايف رضا سليم واحد من الصفقات المهمه جدا ودعم كبير جدا لحسين الشحات وبيرستا وطاهر وعبد القادر وكل اللعيبه اللي بيلعبوا على الاطراف مع النادي الاهلي. اظن انه هيبقى فيه خطوات جايه كمان، وهيكون في كمان على الاقل صفقه للنادي الاهلي. كل الكلام على مركز المهاجم، اتمنى فعلا النادي الاهلي يكون في لاعب في مركز الهجوم جنب كمان كهربا وشريف، هيكون مهم جدا مع ضغط وتلحم المباريات خلال الموسم الجديد، مهم جدا يكون عندك اوراق قويه تقدر ان انت تعمل روتيشن من خلالها. هو انا لما احب اقوي عناصر عندي سواء في النادي او عامه في المنتخب، مفروض كثقافه دوله او كملف يعني معني مسؤولين معنيين بهذا الملف، زي ما السعوديه عملت وتدخل راس المال وقطر في بعض الاحيان، تدخل راس المال هل هو الحل ولا الشغل على ان انا ممكن يبقى عندي بوتنشال محلي
ويوفر عليا كل الملايين اللي انا بسمعها دي، بس لو اكتشفتها ولو اديتها فرصه. يعني احنا لما بنتكلم على الكابيتانو ولا بنتكلم على بعض البرامج المختلفه دي اللي هي بتنزل وتروح للناس تدور على الموهبه، مش الموهبه هي اللي بتيجي تقدم صح. نفسها، دي فرصه عظيمه طبعا. هتوفر عليا ملايين ملايين، وفي نفس الوقت انا بقول اولاد البلد طبعا. فدي يمكن شورت تيرم ولا لونج تيرم بلان؟ بتهيألي لونج تيرم طبعا. بس انا لو عملتها وطبقتها، هل ممكن ده يعني يخليني بقى في نفس المستوى او بنافس الدول اللي هي تحمل رأس المال وربما لا تحمل الموهبه المحليه؟ انا مع الفكره الثانيه، ومع ان انا العب على فكره اللونج تيرم، ومع فكره ان انت تدور على المواهب عندك. لان النهارده مين احسن مدافع في افريقيا مثلا؟ هو محمد عبد المنعم ابن النادي الاهلي مثلا. ففي كل مركز هتلاقي لاعب مميز جدا ولاعب مهم جدا موجود في مصر، والامثله والنماذج كتيره جدا. ومش بس افكار البرامج دي، انا لازم ازود اكتر، لان احنا مثلا العدد لعيبه في مصر قد ايه؟ القاعده بتاعتي قد ايه اللي انا بختار منها؟ هتلاقي في اتحاد الكوره، في سجلات اتحاد الكوره مسجل مثلا 200-250 الف لاعب، وده عدد زهيد جدا طبعا بالنسبه ل 100 مليون. صحيح. لما تروح الدوله زي المانيا تلاقي 7 مليون مثلا لاعب ما بين هاوي ومحترف وسيمي بروفيشنال، ولكن النهارده عدد 250 الف وعدد قليل جدا. عشان اقدر اختار العناصر المهمه والمميزه انا لازم يكون عندي قطاع كبير وعريض. فدي النقطه الاولى، فكره ان انت تدور على المواهب وان انت تطلع مواهب من مصر، شايفها احسن مليون مره. محمد صلاح طلع من مصر وبقى من اهم لاعبي العالم ومن اغلى لاعبي العالم، والسعوديه برضه النهارده بتحاول تتفاوض معاه، ولو انه لسه قايلين ان هو رافض تماما الفكره بالظبط. فالنهارده السعوديه بتحاول تجيب لاعب هو في الاصل كان من عندك من مصر. صحيح. فانت ممكن تطلع نماذج كتيره جدا. وبالمناسبه ده حل من ضمن الانديه الشعبيه اللي حضرتك سالت عليها، انه النهارده نادي اي نادي شعبي لو النهارده استثمر في ولاده وحب يطلع 3-4 نجوم في السنه يبيعهم بمبالغ كويسه، ده من ضمن الدخل اللي يقدر يساعد الانديه الشعبيه. طب على ذكر عمليه انتقاء المواهب او اكتشاف المواهب، طبعا زي ما هوانت كانت لسه بتقول من شويه، بقى عندنا حتى تلفزيونيا اكتر من برنامج معني بهذا الامر، بقى عندنا حملات ومبادرات، وبقى عندنا اكاديميات لتعليم كره القدم وبالتالي اكتشاف الموهوبين منهم الى اخره. ومع هذا كان زمان يا اخي ما فيش الكلام ده كله، ما كانش فيه غير بس الكشافين اللي ينزلوا يروحوا المحافظات وقرى وكفور والنجوع، وكانوا يرجعوا لك بشويه مواهب لوز اللوز بالمقارنه باللي احنا بنشوفهم دلوقتي، رغم البرامج المختلفه والاكاديميات المختلفه. ده معناه ايه؟ ان الموهبه قلت بالمقارنه بزمان، ولا اليه البحث محتاجه تتغير، ولا ايه الحكايه؟ هي اليه لعب الكوره في مصر اختلفت. الناس زمان كانت بتلعب في الشارع، قليل دلوقتي لما تلاقي حد بيلعب في الشارع كوره. فكنت الكشافين موجودين بيقدروا ينتقوا. النهارده شويه اختفت القصه دي، وما بقاش تلاقي ناس كثيره بتلعب في الشارع. فبعض بقى المحافظات او الاماكن القرى وكده بالظبط. فانت لازم النهارده ابدا انا اللي اقول للناس تعالوا، فاعمل لهم منافذ مراكز الشباب. انا عندي بتاع 4000 مركز شباب، ابدا اجيب الشباب يلا تعالوا نلعب، بدل ما تروح في اجازتك ولا في الويك اند بتاعك تروح تعمل حاجه غلط، لا تعالى العب كوره ومارس رياضه. ولازم اشجع فكره الرياضه، ولازم المدارس يكون فيها ملاعب ومساحات طبعا مختلفة طبعا، عشان اعمل دوري مدارس قوي اطلع منه. محمد صلاح طلع من دوري مدارس وغيره من النجوم طلعوا من دوري مدارس. فالنهارده لازم القاعدة، زود على قد ما تقدر في القاعدة، زود مساحات لعب الكورة علشان اقدر ان انا لو فرضا ما فيش كشافين زي زمان، انا الاندية اقدر ان انا اوفر فيها. زي النادي الاهلي بيعمل حاجة كويسة جدا وهي فكرة الاكاديميات، بس انا مش شايفها كفاية. انا شايف كمان النادي الاهلي عنده اكتر. النادي الاهلي يقدر انه يخلي فيه كشافين. لو انا مثلا بعمل اكاديميه النادي الاهلي في الدقهليه، لا انا لازم اخلي فيه 3-4 كشافين موجودين على هامش الاكاديميه، يشوفوا لي النجوم او الاولاد الصغيرين اللي ممكن يبقوا نجوم، وابدا ان انا استقطبهم واحطهم في الاكاديميه، هرعاهم بشكل كامل. ممكن اقول حاجه كمان يعني وتقولي رايك فيها اذا كان كلامي صح ولا غلط. عندنا ناس في مراكز مسؤوله في الكره بتقتل الموهبه. يعني لو انت اتكلمت عملت تقول محمد صلاح تم رفضه في بدايه حياته. صح. يعني ما هي دي النقطه. انا لما اجيب شاب وبعدين ما اشوفش موهبته وبخليه يروح يسافر بره ويثبت نفسه في الخارج وابتدي الخارج يؤمن بيه، انا قتلت الموهبه عندي او طردت الموهبه من عندي، وبعد كده بقول او بفرح بقى ان هو مصري. طب ما انا ما شجعتوش هنا. صح. ودي قصه على رياضات بصراحه كتيره مش بس كره القدم. فالمشكله الاخرى اللي مصر بتواجهها هو وجود بعض الاشخاص المعنيين بالقرارات في مراكز لا يستحقوها. مزبوط. انا بتكلم في منظومه كره القدم. معاكي مليون
100%. طبعا طبعا شفناها امثله كتيره. طبعا احنا كده بنكون قفلنا الحوار بكرسي في الكلوب. ايه رايك يا استاذ؟ صح، نورت الدنيا كلها. بنشكرك على وجودك معانا، للاسف وقتنا خلص خلاص، فيدوب نلحق نشكرك، نورتنا وشرفتنا. قراءه رائعه محمد بجد كالعاده، اشوفك ان شاء الله في حلقه مختلفه. نشكر حضراتكم انا وكريم اكيد على متابعتنا، نشوفكم بكره في حلقه جديده. مع السلامه.